الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي طلاب الصف الأول، أتمنى أن تكونوا بأفضل حال. درسنا لليوم يا أحبائي في مجال القرآن الكريم، أي أننا سوف نتعلم سورة من سور القرآن الكريم الجميلة. حتى نتعرف على سورتنا لليوم، أريد أن أسألكم بعض الأسئلة حتى نكتشف ما هي السورة. يا أحبابي، ماذا نرى في السورة التي أمامنا؟ ما هذه سورة ماذا؟ سورة الهلال، بماذا يذكرنا الهلال؟ متى يصوم المسلمون يا ترى؟ هل يصوم المسلمون عند رؤية الهلال في شهر رمضان؟ ممتازين، بارك الله فيكم. إذن يصوم المسلمون في شهر رمضان مثل هذه الأيام المباركة التي نعيش فيها. وفي شهر رمضان يا أحبابي أنزل القرآن الكريم في ليلة عظيمة جدا اسمها ليلة القدر، وهي أيضا سورة موجودة في القرآن الكريم تقول لنا عن ليلة القدر. فدرسنا يا أحبابي لليوم عن سورة القدر. إذن قلنا يا أحبابي أن درسنا لليوم هو سورة القدر. أهداف درسنا لهذا اليوم تلاوة السورة تلاوة سليمة، وأيضا نستنتج المعنى العام من خلال تفسير الآيات الجميلة. السلام عليكم يا أصدقائي، أحب أن أذكركم ببعض آداب التلاوة، ومنها الإنصات الجيد والحرص على الوضوء ووضع المصحف في المكان اللائق به والجلوس بأدب واحترام أثناء التلاوة. تقبل الله منا ومنكم. والآن يا أحبابي، مثل ما تعودنا عندما نتعلم سورة من سور القرآن، بداية نتكلم عن آداب التلاوة، وأنتم تعرفون الكثير منها، أعلم أنكم أبطال. من آداب التلاوة يا أحبابي الوضوء، أي أن نكون على طهارة ونظافة. أيضا الإنصات الجيد، أي أن نستمع إلى تلاوة القرآن فلا نتلفظ ولا نلعب أثناء تلاوة أو الاستماع إلى القرآن الكريم. أيضا نضع المصحف في مكان لائق، لا نضعه على الأرض، لا نضعه في مكان متسخ. أيضا الجلوس بأدب واحترام عند تلاوة القرآن الكريم أو عند الاستماع له. سوف أتلو عليكم الآن سورة القدر. هيا نجلس جلسة صحيحة ونستمع إلى تلاوة سورة القدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. من يعرف كم عدد آيات سورة القدر؟ هيا نعدهم سويا، نقرأ سويا. بسم الله الرحمن الرحيم. 1. إنا أنزلناه في ليلة القدر. 2. وما أدراك ما ليلة القدر. 3. ليلة القدر خير من ألف شهر. 4. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. 5. سلام هي حتى مطلع الفجر. إذن كم آية يا أبطال؟ بارك الله فيكم. إذن سورة القدر هي 5 آيات. إذن عدد آيات سورة القدر 5 آيات.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. خير من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الآن جاء دوركم، جاء دور طلاب الأحبة. أنا أقرأ وأنتم ترددوا خلفي. هيا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. أنا متأكدة أنكم أبطال وقمتم بالترديد من بعدي. لدينا الآن نشاط أتقن تلاوتي، أتقن تلاوتي لآيات سورة القدر. يلا أول آية. إنا أنزلناه في ليلة القدر. ثاني آية. خير من ألف شهر. ثالث آية. تنزل الملائكة والروح فيها. رابع آية. سلام هي حتى مطلع الفجر. هيا يا أحبائي حتى نغلق الهدف، لدينا السورة ولدينا كلمات غير مكتوبة. نحن نريد أن نكتب الكلمة الصحيحة من الآيات. لدينا هنا الكلمات في أسفل الشاشة. انظروا، كلمة شهر، كلمة الفجر، كلمة والروح، كلمة القدر، كلمة أنزلناه. نريد أن نضع هذه الكلمات في مكانها الصحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا في ليلة القدر. إنا ماذا؟ إنا في ليلة القدر. ماذا سنضع في الفراغ؟ سنضع في الفراغ إن القدر في ليلة القدر، أما إنا أنزلناه في ليلة القدر. بارك الله فيكم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. اثنان. وما أدراك ما ليلة؟ ما ليلة ماذا؟ ما ليلة القدر. بارك الله فيكم. ليلة القدر خير من ألف، من ألف ماذا؟ ما هو قدر ليلة القدر؟ خير من ألف شهر. ممتازين.
تنزل الملائكة وفيها، تنزل الملائكة وماذا؟ ماذا ينزل أيضا في هذه الليلة؟ من ينزل؟ من الذي أنزل القرآن الكريم على سيدنا محمد؟ بارك الله فيكم. والروح، والروح لأنه مقصود بالروح جبريل عليه السلام، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. بارك الله فيكم. بذلك يا طلاب نكون قد انتهينا من التدريب على تلاوة الآيات من سورة القدر، أتمنى أن تحفظوها بشكل جيد وتقوموا بإسماعها لي. والآن سنقوم باستنتاج المعنى العام من خلال تفسير المفردات. إنا أنزلناه في ليلة القدر. ما الذي أنزله الله تعالى في ليلة القدر؟ ما هو الكتاب العظيم الذي أنزله الله تعالى؟ ممتازين، إنه القرآن الكريم. على أي نبي أنزل؟ ممتازين، على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، ما معنى القدر؟ ما معنى القدر؟ هل هي منزلة ضعيفة؟ منزلة ماذا؟ منزلة عالية. ممتازين، القدر هو المنزلة العالية، فلليلة القدر منزلة عظيمة عند الله تعالى. وما أدراك ما ليلة القدر؟ المقصود بالآية أن الله تعالى يخبرنا أن ليلة القدر ليلة مباركة من ليالي شهر رمضان المبارك. ليلة القدر خير من ألف شهر. ما معنى خير من ألف شهر؟ هل لليلة القدر فضل وأجر كبير؟ ممتازين، إن لليلة القدر هي أفضل في المنزلة والأجر من أي ليلة أخرى، فهي خير من ألف شهر. تخيلوا ما مدى عظمة هذه الليلة. اللهم بلغنا ليلة القدر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة، الملائكة نعرف من هم الملائكة، أليس كذلك؟ هي مخلوقات من مخلوقات الله تعالى، وهي مخلوقات نورانية تطيع الله دائما ولا تعصيه في أمر أبدا. والروح فيها، ما هي الروح التي تنزل في ليلة القدر؟ إنه جبريل عليه السلام، وجبريل عليه السلام هو الذي أنزل القرآن الكريم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سلام هي حتى مطلع الفجر. ما معنى سلام يا أحبائي؟ هل معنى سلام شر أم خير؟ معنى سلام أن ليلة القدر كلها خير وطمأنينة. استفدنا يا أحبائي من هذه الآيات الكريمة أن ليلة القدر ليلة عظيمة وخيرها كثير. تأتي ماذا تأتي؟ متى تأتي؟ تأتي في رمضان، في العشر الأواخر منه، في العشر الأواخر من رمضان، يعني في آخر 10 أيام من شهر رمضان. في هذه الليلة يا أحبائي نزل القرآن الكريم. وأيضا يجب علينا أن نكثر من الطاعات كالصلاة والصدقة والدعاء، وأيضا قراءة القرآن. يوجد دعاء علمنا إياه نبينا الكريم نقوله في ليلة القدر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا الدعاء هو دعاء ليلة القدر. الآن سوف ننشد أنشودات ليلة القدر. سلاما ليلة القدر، فما أغلاك في عمري. أصلي الليل لا أشكو،
فأنت لمطلع الفجر. وأدعو الله من قلبي بأن أحيا مع الخير، وأحمل في يدي القرآن أتلو أطيب الذكر، سلاما حين تأتينا فيشرق بالهدى صدري. أصل كل عبارة بما يناسبها في الجهة المقابلة. أنزل القرآن الكريم، متى أنزل؟ في أي ليلة؟ في ليلة القدر. ممتازين. 2- العبادة في ليلة القدر كم تساوي؟ ما هو قدرها؟ ما هو خيرها؟ العبادة في ليلة القدر خير من عبادة 1000 شهر. العبادة في ليلة القدر خير من 1000 شهر. 3- ليلة القدر ما هي؟ ليلة القدر هل يعظمها المسلمون؟ ليلة القدر ليلة عظيمة يعظمها المسلمون دائما. أبنائي طلاب الصف الأول، أذكركم بضرورة حفظ سورة القدر. شكرا لحسن تفاعلكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.